الفحص الذاتي للثدي. التأمل عبر الوقوف أمام المرآة وإسدال الذراعين للأسفل ثم رفعهما إلى الأعلى والانحناء للأمام قليلاً مع شد عظمي الكتف للأعلى من أجل ملاحظة أي تغيرات في حدود وحجم وشكل الثديين والحلمتين وأي كتلة أو ثخانة في أحد الثديين أو بالإبط أو فوق أو تحت الترقوة. الجس بوضعيتي الوقوف والاستلقاء عبر استخدام باطن الأصابع الثلاثة الوسطى لليد اليمنى لجس الثدي الأيسر وبالعكس، والضغط على الثدي برفق وبشكل دائري أو شعاعي من المحيط إلى المركز حتى الوصول إلى الحلمة، وجس هالة الثدي برؤوس الأصابع والضغط قليلاً على الحلمة بين السبابة والإبهام لملاحظة خروج أي مفرزات منها. لا تترددي في طلب الاستشارة الطبية والاستفادة من خدمات الصحة الإنجابية المقدمة مجاناً في المراكز الصحية.